بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الأخلاق الإسلامية وعن الأخلاق الممدوحة والأخلاق المذمومة وكيف معالجة الأخلاق المذمومة. وصلنا في الحديث في هذه الحلقة عن حب الدنيا وعن مفاسد حب الدنيا. في البداية لنرحب بسماحة السيد قاسم الموسوي. سماحة السيد، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومرحبا. سماحة السيد، كانت في الدقائق الأخيرة من الحلقة السابقة تحدثنا عن بداية للمفاسد التي يتعرض لها الإنسان بسبب حب الدنيا. هل بإمكانك أن تحدثنا المزيد عن هذا الموضوع؟ تفضل سماحة السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وأعز المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلام الله على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكته المقربين وعباده الصالحين، وسلام الله عليك وعلى المشاهدين الكرام في كل مكان، خصوصا مشاهدي قناة المعارف الفضائية. بلا شك أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وما من شيء أكثر ضررا وأذى للإنسان من حب الدنيا، وحب الدنيا يعمل في دين المرء أشد مما يعمل السكين في اللحم، سكين الحات في اللحم. القرآن الكريم حدثنا كثيرا عن آثار حب الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الآخرة وما فيها من متع وما فيها من حياة خلود ونعمة ونعيم وجنة عرضها السماوات والأرض، يحدثنا عن أنهار من لبن وعسل وخمر، ويحدثنا عن الولدان المخلدون، عن الحور العين، عن الفاكهة التي لا تنتهي، عن الأطائب في الطعام والشراب والملبس والمسكن إلى غير ذلك. ثم يقول وفيها مزيد، ولكم ما تشتهي أنفسكم ولدينا، عفوا، ولدينا مزيد. يحدثنا عن أن هذه الجنان عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. والأحاديث الشريفة تحدثنا أن أدنى المؤمنين منزلة في الجنة من يمشي في ظل ملكه 100 عام، فهو يرى أدنى أعلاها أو أقصاها كما يرى أدناها، وأن المؤمن في الجنة يعطى بسعة هذه الدنيا 10 مرات، فلو أن أهل الثقلين نزلوا ضيوفا عنده لوسعهم داره. أي دار هذه التي تسع الثقلين، أهل السماوات وأهل الأرض؟ كل ذلك يذكره القرآن الكريم وبزيادة فائقة على ما ذكرت، ولكن بمرارة وبألم. يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة فيها خير ولا كدورة مع هذا الخير ولا شائبة مع هذا الخير، خير محض، طعام وشراب وغرائز وملذات وشهوات ومتع حسية ومادية لا شوب فيها ولا قاذورة فيها ولا منغص معها ولا كدورة معها. والشيء الثاني أن هذه النعم والخيرات هي باقية، بخلاف هذه الدنيا خير وأبقى. هذه الدنيا اللذائذ فيها مشوبة بآلاف من المكدرات والمنغصات، يعني مشوبة بكثير من الكدورات كما تعلم. إضافة إلى ذلك أنها متصرمة، لا تبقي على أحد، يعني لذة المال بالنتيجة سوف تنقطع بالموت، لذة الجنس سوف تنتهي بمرض عضال إذا أصاب الإنسان يعجز عن متابعة هذه الغريزة، وهكذا بقية اللذائذ. إذن هذه الدنيا دار فناء، دار ممر، والعالم الآخر عالم بقاء سرمدي. لاحظوا بشيء قليل نتحدث عن بعض الفوارق بين هذه الدنيا. هذه الدنيا هي أدنى العوالم، هي دار فناء، هي دار زوال، هي دار تصرم، تصرم يعني متقلبة متغيرة بأهلها، هي دار الهلاك، هي دار النقص.
بينما العالم الآخر لا، عوالم الآخر عالم باقي، عوالم باقية أبدية، دار كمال، ثبات، حياة بهجة وسرور. كل ذلك القرآن الكريم يذكره لنا، وروايات النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم تبين لنا هذا المعنى. لكن مع ذلك القرآن كما ذكرت لك بمزيد أسن وأسف يقول: رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هذه معصيتين، المعصية الأولى هي الرضا بالحياة الدنيا، والمعصية الثانية الاطمئنان إليها، مع أن الدنيا لا تستحق أن الإنسان يطمئن إليها لأنها متغيرة بأهلها من حال إلى حال. فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. طيب سمعت السيد، يعني هنا لو أردنا أن نشخص المفاسد التي تضرب الإنسان، يعني تجعله بعيد عن الله سبحانه وتعالى بسبب حب الدنيا، يعني هناك مفاسد لحب الدنيا قد لا تؤثر، لكن هناك حب للدنيا تجعله لا يستطيع أن يتقدم خطوة باتجاه الله، مثل ما كان عمر بن سعد كان يمني نفسه بالري، وأمامه ابن بنت رسول الله، وأمامه شهادة، وهذه الشهادة لها كرامات عظيمة. طيب ما هذا الحب للدنيا بحيث يجعله لا يستطيع أن يترك حكم قد يحصل عليه أو لا يحصل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا القياس أن الإنسان يفضل حكم الرأي لسنوات معدودة على أن يخلد في نار جهنم جراء قتل ريحانة رسول الله، سبط النبي المجتبى وسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، هذا دليل على، ليس على حب الدنيا فقط، وإنما على ضعف العقل، وأن الإنسان لم يؤمن أصلا. يعني بقليل من الإيمان الإنسان يعرف، يستطيع أن يتعرف إلى أن ليس هناك قياس بين هذا وذاك. على كل حال، عمر بن سعد هو واحد من أولئك الذين أغرتهم الدنيا بالمال والمنصب، فشنوا هذا الهجوم على سيد الشهداء، على الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. حب الدنيا له مفاسد كثيرة. يعني قبل أن أبدأ لا بأس أن أذكر هذه الرواية، وهي ذكرت على نحو المجاز. يقال أنه يوم من الأيام كان عيسى بن مريم وبيده مسحات، وقد غاصت قدمه في الطين وهو يعمل في حقل، وتجلت الدنيا بهيئة عجوز، وقد لبست من كل حلل الدنيا، من كل الحلل والجواهر تجلت له، فقالت له: يا روح الله، أما إليك في رغبة حتى أغنيك مما أنت فيه؟ فنظر إليها قال: من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ فقالت له: أما عرفتني أنا الدنيا؟ فقال: أين أزواجك؟ قالت: قتلتهم جميعا. قال لها: تعسًا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبروا بالماضين؟ هذه الدنيا اللي من طبيعتها أنها تقتل من رغب فيها، وتأسره شيئا فشيئا، حتى إذا وقع في شباك حبها تقتله قتلا، كما قتلت عمر بن سعد وغيره من الذين ركنوا إلى الدنيا وأحبوا الدنيا وباشروا الدنيا بقلوبهم وأجسادهم، فصرعتهم الدنيا وخلدوا في جهنم وبئس المصير. أخي العزيز والمشاهدين الكرام، حب الدنيا لها مفاسد كثيرة. أول مفسد ذكرنا هو الخوف من الموت. كان المرحوم الميرزا المير داماد، هذا الرجل العظيم، أستاذ ملا صدر الشيرازي، له كلمة رائعة يقول فيها: لا يخيفنك الموت، فإن مرارته في خوفه. الإنسان يخاف الموت، لما؟ لأنه يعتقد أن الموت سوف يفصله عن هذه الدنيا. هو امتلأ قلبه بحب هذه الدنيا، حب المال والزوجة والولد والأرض والجاه والمنصب إلى غير ذلك. الموت سوف
يفصله وينقله لحظة واحدة ويجرده لحظة واحدة من كل هذه الدنيا وشعبها ولوازمها. لذلك هو يخاف من الموت، بل ويكره الموت ويكره ملك الموت ويكره من بعث ملك الموت لقبض روحه. وهذا مفسدة كبيرة أن الإنسان يخرج من هذه الدنيا وهو ساخط على ملك الموت، ساخط على الله عز وجل الذي أرسل ملك الموت لقبض روحه. كل ذلك نتيجة حبه للدنيا، وأن هذه الدنيا غمرت قلبه بهذا الحب. ثمرة فاسدة ثانية كما ذكرنا من ثمرات حب الدنيا أنها تمنع صاحبها من الرياضات الشرعية والعبادات والمناسك، وتجعل الجسد يتقوى بل ويتمرد على الروح. لاحظوا في التربية الإسلامية الله عز وجل يريد أن يعطي للروح مكانة، للقلب يعني القلب والروح والعقل والنفس المطمئنة كلها يعني كلمات كحسنة وبالنتيجة المعنى واحد، أراد أن يعطيها القوة لأن تسيطر على البدن وقوى البدن وشهوات البدن. ما يحصل هنا أن هذا البدن إذا تولع بالدنيا وأحب الدنيا سوف يتمرد على الروح شيئا فشيئا، إلى أن تضعف الروح وتصبح القدرة والقوة والسيطرة والحاكمية لهذا البدن بهذه القوى والشهوات. يعني يصبح البدن هو الذي يسخر الروح. كان المفروض بالعكس، أن الروح هي تسخر البدن لما خلقت له. الله خلق الإنسان للطاعة، خلقه للعبادة، خلقه للعمل الصالح، لعمل الخير، خلقه للتضحية في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا المال ليس لك أيها الإنسان، هذا مال الله وقد بعته. الله اشترى منك هذا البدن، هذا البدن ليس لك، أنت بعت هذا البدن لله، تحرك للجهاد في سبيل الله، أنفق المال في سبيل الله. وإذا بالنتيجة حب الدنيا يجعل من يغير المعادلة. حب الدنيا يجعل الإنسان يتمرد على الروح وعلى قوى الروح، فتصبح السيطرة كاملة. لذلك الإنسان كما ذكرت لك تضعف الرياضة الشرعية، صلاته عبادته تفقد قيمتها، تفقد طعمها. الأمر الثالث هو ضعف الإرادة ووهن هذه الإرادة وهذه العزيمة. وأنت تعرف أن جوهر إنسانية الإنسان بعزمه وإرادته. كلما قويت إرادة الإنسان كلما قويت إنسانيته، كلما ضعفت إرادته ضعفت إنسانيته. وإذا ضعفت الإرادة يعني تغلبت الشهوة، إذا تغلبت الشهوة لا فرق بينه وبين الحيوان حينئذ، يعني يحكمه الشهوة. شهوة حب المال، شهوة حب النساء، وهكذا فيتحول إلى حيوان. إذا تذكر في يوم من الأيام في هذه الجلسات تحدثنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يقيد إرادته في الدنيا شيئا فشيئا، والمرحلة الأخيرة أنه يفني إرادته في طول إرادة الله عز وجل. ما هي النتيجة؟ النتيجة يوم القيامة الله تعالى يطلق إرادة الإنسان في الجنة. ذكرنا هذا الحديث إذا تذكر، أن الملك يدخل على المؤمن في جنته فيسلمه كتابا. هذا العبد المؤمن يفتح الكتاب، ماذا يقرأ فيه؟ من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون. قال النبي صلى الله عليه وآله بعد أن ذكر هذا الحديث، قال لأصحابه: والذي نفس محمد بيده لا يقولن أحد بعد هذا للشيء كن إلا ويكون. من أهل الجنة طبعا، لا يقولن أحد من أهل الجنة بعد هذا للشيء كن إلا ويكون. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن إرادة الإنسان في الجنة سوف يطلقها الله تعالى، سوف تنفتح على أوسع مدياتها، بحيث لا يشتهي شيئا، لا يريد شيئا إلا ويقول له كن
فيكون أحسنت. هذا جزاء شيء، أي شيء جزاء تقييد الإنسان إرادته في الدنيا، تضييق هذه الإرادة بالنتيجة بحيث أنه لا يريد إلا ما أراد الله، أمرا نهيا مصيبة ابتلاء أي شيء، يقول إلهي أنا طوع أمرك، أنا لا أريد إلا ما تريده أنت، أنا راض بقدرك وقضائك، مسلم أمري كله إليك. وهذا يتنافى مع حب الدنيا. نذهب إلى فاصل سمعت السيدة إذا تسمح لنا. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتوالاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، فكلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا معكم ومع سماحة السيد قاسم الموسوي. سماحة السيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. يعني تحدثنا سماحة السيد عن مفاسد أو ثمرات حب الدنيا، نريد الآن أن نسمع ما سمعنا عن ما للعبد من ثمرات للعبادة، ما هي ثمرات العبادة؟ تفضل سماحة السيد. لاحظوا، قلنا أن حب الدنيا يمنع من العبادة. نعم. يمنع بمعنى يفقد العبادة قيمتها، يفقد العبادة طعمها. أي عبادة، أي قيمة للعبادة وهم يسلبون يعني حق علي بن أبي طالب عليه السلام في الخلافة مثلا، أي طعم للعبادة وهم يطؤون الحسين عليه السلام يوم الطف بخيولهم يكسرون أضلاعه وصدره إلى غير ذلك. على كل حال، الآن نريد أن نتحدث عن العبادة الحقيقية. هذه العبادة التي سوف نتحدث عن بعض ثمراتها، سوف نلاحظ أنها أن هذه العبادة لا تنسجم مع حب الدنيا. نعم. مثلا واحدة من هذه، يعني قبل أن نبين، كما ذكرنا أن الإنسان كلما تناول حظا من حظوظ الدنيا ترك أثرا في القلب، صحيح؟ كذلك العبادة، الإنسان كلما تناول حظا من العبادة ترك أثرا، هذه العبادة تترك أثرا في هذا القلب. ولذلك الروايات تؤكد على ضرورة الإكثار من العبادات والمستحبات فضلا عن الواجبات. وحينما تأتي للمستحبات تتحدث الروايات عن أن أفضل العبادات أحمزها، أحمزها يعني أكثرها مشقة. يعني مثلا العبادة التي تحصل لك في الليل، ليل بارد وأنت تنسلخ من دفء الفراش لتتوضأ بماء بارد والجو بارد، فتقف بين يدي الله عز وجل وأنت تصلي صلاة مستحبة وهي صلاة الليل، هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في قلب الإنسان. سوف نتحدث عن بعض ثمراته. في النهار، نهار صيف وأنت تصوم لله عز وجل، ليس صوما واجبا، صوما مستحبا، وصيف وجو حار ومشقة وتتحمل كل ذلك، هذا أيضا سوف يترك أثرا كبيرا في هذه النفس. إذن العبادة لها ثمرات، وثمرات رائعة. من ثمرات هذه العبادة أولا أنها تقوي إرادة النفس وعزيمتها. لاحظوا ماذا قلنا في من ثمرات حب الدنيا، أنه يضعف إرادة النفس ويوهن عزيمتها. العبادة بالعكس، العبادة تقوي هذه الإرادة، تقوي هذه العزيمة. وكما ذكرنا، كلما كانت العبادة أشق، كلما كانت أكثر بذلا وتعبا، سواء في المال أو في النفس، كليهما. مرة إنسان يجاهد في سبيل الله، ومرة إنسان ينفق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله ليس أقل يعني جهاد كبير. إنسان حبه للمال حب عظيم، ولذلك الذي ينفق إنما هو يجاهد نفسه، والإنسان يحب نفسه ويحب هذه الحياة الدنيا، لذلك إذا ذهب للجهاد في سبيل الله جهاد عظيم.
هذه واحدة. الأمر الثاني من ثمرات العبادة الأنس بالذكر والفكر والعبادة. الأنس بالله سبحانه وتعالى بلا شك الإنسان حينما يأنس بالله عز وجل. إذن الأنس بالذكر والفكر والعبادة من ثمرات العبادة أن الإنسان يأنس بذكر الله عز وجل، بحيث أن هذا الذكر يكون سلوته في الليل والنهار، في السر والعلن، في النوم واليقظة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثنين، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن العبادة طريق إلى التفكر، ونحن نعلم أن التفكر حياة قلب البصير. تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة كما في بعض الروايات. هذا الأنس يحصل أيضا ثمرة من ثمرات العبادة. الإنسان كلما اشتد في العبادة يأنس بها. يقول له يا بلال أرحنا، يعني أذن حتى نأنس بالعبادة، نأنس بالصلاة. كان يشتاق إلى الصلاة. يقول إن العبد ليأكل فيشبع، إن الجائع ليأكل فيشبع، وإن الظمآن ليشرب الماء فيرتوي، وأنا لا أشبع من الصلاة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الآخر حصول الحب الحقيقي لله تعالى من خلال العبادة. العبادة التي لا تنتج حبا حقيقيا ولذة بالمناجات لله تعالى ليست عبادة. قيمة العبادة أنها تحدث حبا في قلبك لله تعالى. يعني أرأيت أنت حينما يحدث يصلك خبر عن ولدك أنه أصابه شيء مكروه، تجد في قلبك خشوعا وجلا خوفا، لأنك تحبه، تحب ولدك. هل يحصل هذا الحب لله سبحانه وتعالى حينما يمارس الإنسان العبادة؟ صلاة، صيام، تلاوة قرآن أو دعاء. فإذا العبادة تورث الإنسان حبا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. بعد من ثمرات العبادة أنها تورث الإنسان زهدا في الدنيا، تضعف علاقة الإنسان بالدنيا، تزهده في الدنيا، والعبادة تشوقه للآخرة. في بعض الروايات شوقوا أنفسكم إلى نعيم الجنة تمقت الحياة وتحب الموت. مقت الحياة وحب الموت هو ثمرة من ثمرات العبادة وحب الإنسان. النقطة الأخيرة وهي أن الصورة العبادية في البرزخ صورة رائعة وجميلة جدا. احنا نعرف أن كل شيء له صورة برزخية. يعني الصورة الظاهرية نلمسها في الدنيا العبادة، لكن صورتها الحقيقية البرزخية في البرزخ، في عالم البرزخ، صورة رائعة جدا للعبادة. ولذلك الإنسان لو تنبه لذلك لعشق العبادة وباشرها بقلبه واستشعرها بجميع أعضاء بدنه من الجوارح والجوارح. أحسنتم سمعت السيد. يعني تحدثنا عن ثمرات للعبادة، لكن لو نرى أن هناك بعض من كان يعبد الله، مثلا الخوارج كانوا يعبدون الله عبادة من العبادات الثقيلة، قراءة قرآن، بالتالي يعني لم أو لا يستفاد الإنسان من هذه العبادة، ويؤدي به قد تؤدي بها هذه العبادة، هذا النوع من العبادة، إلى انحرافات كبيرة. يعني ما السبب إذا كان الإنسان يعبد الله بهذه الطريقة وثم ينحرف؟ ما فائدة العبادة إذا كانت بهذه الطريقة؟ أجاب عن هذا السؤال العلماء وقالوا أن أصل الدين، أول الدين، المعرفة. أول الدين المعرفة، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء قالوا كأن تقديرا محذوفا، وهو ليعرفون، فإذا عرفوني عبدوني. إذن المعرفة هي الأول، الهدف الأول، والعبادة تتفرع على المعرفة. المعرفة معرفة الله عز وجل،
اللهم عرفني نفسك. نعم. معرفة. ثانيا معرفة النبي، اللهم عرفني رسولك. نعم. ثلاثة معرفة الإمام، اللهم عرفني حجتك. نعم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. نعم. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الخوارج عرفوا الله نوعا ما، وعرفوا النبي نوعا ما، لكنهم لم يعرفوا الحجة من بعد النبي، لم يعرفوا الحجة. عدم معرفة الحجة وهو الإمام الشرعي هو الذي قادهم إلى الضلال. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فإذا الضلال منشأه عدم معرفة الحجة وهو الإمام. طيب الآن هذه العبادة، هذه العبادة كما قلنا لابد لها من أساس، هذا الأساس هو المعرفة. وعدم وجود المعرفة قد ينساق الإنسان نحو هذه الضلالة التي ذكرتها واللي شبهتها ونعم التشبيه كان بالخوارج. طيب سمعت السيد، يعني لا تنقذ هذه العبادة من انحرف، يعني في وقت من الأوقات بالإمكان أن تنقذ هذا الإنسان؟ يعني نرى أنه من انحرف بهذا الطريق ليس فقط أنه لا يرجع، لا بل أنه يتمادى ويصبح أكثر عدوانية ممن لا يعبد الله أصلا. يعني هناك أناس لا يعبدون الله، نرى أنهم لا يرتكبون ما يرتكبه الخوارج حتى في الوقت الحالي. نرى أن هناك مثلا مجازر يرتكبها قد الكافر لا يرتكبها. يعني الحد بين يعني هذا جرنا إلى حديث آخر. نعم. هو هنا معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الحد بين معرفة الله سبحانه وتعالى ينشق إلى شقين، شق انحراف شديد أو توجه شديد. صحيح. نعم. هذا هو اللي يجرنا إلى الحديث، إلى أن هناك شبهة قد حصلت عند أولئك القوم. هذه الشبهة شبهة عقائدية، بلا شك أن العقائد هي الأصل، العقائد هي الأصل وتتفرع عنها. يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب العقيدة. العقيدة ما لم تكن عقيدة صالحة، ما لم تكن عقيدة قائمة على أساس معرفي تام اللي هو الإيمان بالله تعالى برسوله بحجته. الحجة يعني الإمام المعصوم المفترض الطاعة، حينئذ تكون الأعمال تكون بلا شك ضالة. يعني هذه الشبهة التي نتجت الخوارج كانوا يتقربون إلى الله تعالى بقتل علي بن أبي طالب. مناديهم ينادي يوم النهروان، هل من رائح إلى الجنة؟ يعني هل من مشتاق إلى الجنة؟ فقالوا بلى الروائح إلى الجنة. قال إذن اهجموا على علي هجمة رجل واحد. الهجوم على علي هجمة رجل واحد، كلهم يريد أن يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب. هذا معناه أن هناك شبهة عقائدية استحكمت في قلوبهم. وهذه الشبهة زينت لهم، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. زينت لهم أن علي كافر، هو ومعاوية على حد سواء. قتل علي لا يقل أجرا عن قتل معاوية، لأنهما في الكفر سواء. فلذلك هجموا على علي يريدون قتله. الحديث أن مسألة العبادة إذا كانت مبتنية على أصل عقائدي سليم سوف تجر صاحبها إلى أعلى درجات الجنان. وإذا ابتنت هذه العبادة على أصل عقائدي سقيم سوف تجر صاحبها بنفس الدرجة بنفس القوة، ولكن إلى دركات الجحيم مو إلى درجات الجنة. للجنة يسعى بدرجات وللجحيم دركات. فإذا هو يسعى إلى دركات الجحيم بنفس القوة التي يسرع بها صاحبنا ذاك. لماذا؟ لأنه استند إلى عقيدة سليمة. الله الرسول الإمام المعصوم، هذا استند إلى ما يزعم هو الله الرسول الهوى الرأي الاجتهاد. هو اتبع هواه،
ولذلك القرآن الكريم يحذرنا من ذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لاحظ أضله الله على علم. هم كانوا أناس عاديين مثل ما تفضل، كانوا بعضهم علماء، يعرف قراء قرآن وأصحاب الجباه السود والثفنات السود، ثفنات يعني محل السجود، وأصحاب الليل إلى غير ذلك. لكنه هذه الشبهة تمكنت لأنهم لم يستندوا إلى الحجة، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وهكذا اليوم إذا ترى هناك أناس مع أنهم يعبدون الله تعالى على حرف ويرتكبون مجازر، لأنهم لم يستندوا في أعمالهم وفتاواهم إلى الحجة الشرعي، وهو الإمام المعصوم، ومن هو النائب الإمام المعصوم الفقيه العادل الجامع للشرائع. سمعت السيد، الوقت انتهى، شكرا جزيلا لك سمعت السيد. وشكرا أيضا لكم ولمشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.